طيب انا عايزك توجه رسالتين، الرساله الاولى لمحمد شريف والرساله الثانيه لحسام حسن، لو هتقول لهم رساله تقول لهم ايه؟ اقول لشريف ما شاء الله هو ماشي كويس وربنا يكرمه ويحقق يعني اهداف اكتر من اللي هو حققها السنه اللي فاتت، وخد هداف الدوري وهداف افريقيا، ان شاء الله السنه دي بقى يعني يجيب يحقق الاثنين باهداف اكتر. وبقول له حسام حسن يعني ربنا يكرمك، انت لعيب كويس قوي وشخصيه جميله بصراحه على المستوى الشخصي، ف ربنا يكرمه كده والله بدعي له من كل قلبي، يعني شخصيه جميله ويستحق كل خير. يعني اخيرا بقى يا احمد عشان ما اطولش عليك، انا عارف ان انت عندك تمرين الساعه 9 الصبح بكره، عايزك تقول حبيبي كلمه لجمهور النادي الاهلي وتقول لهم ايه؟ اقول للجمهور يعني ما تخافوش، في لعيبه رجاله واداره محترمه ومدرب كويس، فما تخافوش على النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله هيحقق انجازات اكتر من اللي بيحققها السنين اللي فاتت دي، وباذن الله السنه دي يعني يخلص موضوع الدوري من بدري، وفي افريقيا بقى يمشي بخطة كويسة زي السنين اللي فاتت بإذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا احمد واسفين جدا ان احنا حبيبي اخرناك، تسلم. انا عارف ان انت عندك لا بكره تمرين تسلم، تحت بدري. أمرك، أنت حبيبي والله. انا بشكرك جدا جدا النجم احمد ياسر ريان.